أخبار اليوم. نحن موجودين النهارده في جامعة عين شمس، بشكر كل طبعا الأساتذة اللي موجودين في الجامعة. سعيد النهارده إن أنا بلتقي الصديق الأستاذ أحمد الهشيمة، هو مثال فعلا مشرف دلوقتي للشباب المصري. هخش في الموضوع على طول. يمكن الأغلبية طبعا عارف إن أنا يمكن من مركز في محافظة المنيا وهو مغيرة. من مغادر. يمكن في وقت من الاوقات لما كنت كان عندي حلم وكان عندي هدف من وانا صغير زي ما قال احمد كده، انا عايز ابقى حاجه ونفسي ابقى حاجه. قبل اي شيء طبعا هو توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء طبعا. انت بتسعى بتعمل اللي عليك وبتجتهد وثقتك في نفسك وفي الاخر بتسيب على ربنا واكيد ربنا بيوفقك. كان عندي حلم من وانا صغير ان انا اكون لعيب كوره مشهور، بستفيد ماديا بشكل كويس، ولكن الحلم ده ليه متطلبات. المتطلبات ايه؟ هو الجهد والتعب والاجتهاد، كل ده مهم عشان تقدر توصل. يمكن في وقت من الاوقات كنت باجي اقول ايه؟ يعني احمد قال ان هو بدا من الصفر، ممكن انا تحت الصفر شويه، يعني لو في تحت الصفر يبقى تحت الصفر كده. فكنت باجي حلم ايه؟ اقول ايه؟ هو انا ممكن يعني زي ما بسمع كده ان انا اوصل لرقم المليون جنيه ده اللي الناس بتقول عليه. فده كان بالنسبه لي هدف وطموح وتطلع. فطول الوقت كان الواحد بيمر مراحل صعبه جدا. يمكن انا بدات في مركز شباب صغير، ولكن كان دايما عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى، عندي ثقه في نفسي ان انا هوصل، هكون في يوم من الايام همثل منتخب مصر. ده كان حلم بالنسبه لي. وان انا هلعب لنادي احسن. ولكن دايما النصيحه بقى اللي انا هقولها للشباب اللي هم مقبلين على الحياه دلوقتي، ان ودي مشكله الشباب، ان كل الشباب عايزه تنط السلم مره واحده. لا، السلم هو درجات. انت بيبقى عندك تطلع توصل للهدف اللي انت عايزه، وتبدا تفكر في هدف جديد، تبدا تفكر في هدف بعد، تبدا تفكر في هدف بعد. ومهما اي حد وقف في سكتك وحصل انكسارات وحصل انك انت تعطلت، خليك دايما واثق في الله سبحانه وتعالى، خليك دايما واثق في نفسك. فلما كنت في مغادرة، يمكن انا جالي وقتها في سن صغير جالي النادي الاهلي وجالي نادي الزمالك وجالي انديه كبيره وانا عندي حوالي 16 17 سنه. وقتها سعدت جدا جدا ان انا ما رحتش، ما حصلش نصيب ان انا اروح الانديه دي. وجالي من بعدها اسوان. ومن بعد بعدها جالي اسوان. وكان حلم اي طفل صغير او اي شاب صغير ان هو يروح يلعب في النادي الجيزه، اهلي وزمالك طبعا، ده حلم بالنسبه لي. وقتها كان طبعا ايه، عرض عليا نادي القناه. ودي انا هقول ليه الموضوع ده، عشان كل شاب ما يفقدش الامل لما يجي حد او هوت دي اللي هي المجموعه دي اللي هم لقوا ناس واقفين ضدهم، ما يفقدش الامل ويكمل في مشوار، مفيش مشكله خالص. لما رحت جيت قعدت اسبوع في القناه وقعدت اتمرنت معاهم، وجيت كان الكابتن صلاح ابو جيش وقتها هو المدير الفني وقتها، فما اقتنعش بيا وقال لا انا شايفه لعيب عادي او عندي زيه موجود، مفيش. لا، مش انا، مش بالنسبه لي مش مهم. ورحت خدت المشوار من اسوان، رغم ان انا ما كنتش من جوايا كان نفسي اروح اهلي او زمالك او اي نادي تاني على الكوره كده، ولكن خلاص اقتنعت وقلت ان انا هبدا المشوار بتاعي من اسوان وانا عندي طلعات. وكنت حاطط هدف بالنسبه لي، انا عندي قعدت في اسوان 3 سنين، لو كملت ال3 سنين لازم امشي من اسوان على نادي كبير. ورحت اول موسم لعبت في اسوان، ومن بعدها بعد الموسم الاولاني جه النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي ونادي الزمالك، الثلاثه عرضوا ان انا النادي يشتروني الثلاثه من نادي اسوان. حتى بعد ما رحت الاسماعيلي فالناس كانت بتسال الكابتن صلاح ابو جيش الله يطلع عليه، فبيقول له احمد حسن كان عندنا السنه اللي فاتت وانت ما جيتش ليه؟ قال لهم لا، مش هو ده اللي جالي السنه اللي فاتت. فدي من ضمن الحاجات هي كانت كوميديا من الكابتن صلاح. ولكن ما تفقدش الامل، صدق في الله سبحانه وتعالى، كمل في مشوارك. مهما حاجه وقفت قدامك، مهما حاجه وقفت ضدك، ما توقفش. حلمت بحاجات كتير، ولكن دايما كنت بلاقي ان دايما يعني انا جيت في وقت لما وصلت لمنتخب مصر، كنت كابتن منتخب مصر، ناس كتير كانت تقول خلاص بقى واحمد كبر واحمد مش، ولكن انا كان عندي اصرار وعزيمه طول الوقت ان انا هوصل لمكان كبير. وبدات الحمد لله طبعا مشوار طويل، انا مش عايز اطول عليكم، مشوار طويل الحمد لله ان انا قدرت ان انا اوصل ليه. ولما باجي ارجع مع نفسي واقول يمكن
كانت الاحلام دي كلها لو انا قعدت احلم تاني قد اللي انا حلمته مش ممكن اكون اوصل للمكان دي. ولكن المكان دي كانت محتاجه جهد ومحتاجه تعب. كل واحد يثق في الله سبحانه وتعالى ويثق في نفسه. يمكن هنا اهو احمد بيقدم مبادره النهارده وبيقول ان كل مجموعه النهارده بتنضم لبعض. يعني همتو بي انا عجبني لما قعدوا معايا ان هم مجموعه شباب اتجمعوا مع بعض وفكره على فكره بتجمع فكره وتطلع فكره كويسه. النهارده نفس الحكايه المشروع اللي موجود اللي رئاسه الجمهوريه عاملاه وان في 2 مليار للشباب. كل اربع شباب كل خمس شباب بيجمعوا بعضيهم ودي فكره كويسه ويعملوا مع بعض مشروع. انا افضل من كل واحد يعمل مشروع لوحده. واعتقد ان القطاع العام دلوقتي كل واحد عايز من هنا يخرج على القطاع العام ما بقاش هو ده دلوقتي. ما بقاش هو ده الهدف دلوقتي. لا الهدف دلوقتي ان احنا فعلا نستثمر مجهودنا ونستثمر في حاجات كتير وفي مجالات كتير وفي معوقات كتير. ولكن خليك قد المسؤوليه وتحدى المعوقات دي كلها وان شاء الله باذن الله هتوصل ان شاء الله.